الجزء اللي فوقاني ده او العلوي ده، ده اللي هو الايبكس او الايبيكال بارت اوف ذا اريتينويد كارتلج. في عندك الجزء الامامي ده اللي هو بيمسك فيه الفوكال ليجمنتس، صح كده؟ وده اللي هو الاكشن اللي انا هترجته، ان انا احرك الايه الفوكال ليجمنتس ديت، اما ان انا اقربهم من بعض او اما ان انا ابعدهم. يعني هنا مثلا هو مقرب الفوكال ليجمنتس من بعض، هنا هو مبعد الفوكال ليجمنتس من بعض، خلاص كده. حتى ده يسموه ايه الادكشن اوف ذا فوكال ليجمنتس، هنا ده اسمه الاب ادكشن اوف ذا فوكال ليجمنتس، خلاص كده. يبقى ده الايه الهدف بتاعي او التارجت بتاعي اللي هو حركه الايه الفوكال بروسيس مع الفوكال ليجمنتس. طيب الحته اللي انا هشتغل عليها بقى بالعضلات اللي هو الماسكولار بارت اوف ذا اريتونيك كارتلج، ده الجزء اللي بتبقى ماسك فيه العضله. زي ما احنا شايفين عندنا عضلات بتبقى على اللاترال، خلاص كده، يعني بالاكشن واضح العضلات دي لاترال، هتبدا ان هي تزق الجانب الماسكولار او الماسكولار بروسيس ناحيه اللاترال. يبقى انا هحرك الايه الماسكولار بروسيس زي ما هو موضح كده في السهم، هحرك الماسكولار بروسيس اوف ذا اريتونويد كارتليج ناحيه اللاترال. فلما احرك ده ناحيه اللاترال، شوف هي بتلف كده لفه دايره، واخد بالك؟ فلما دي تتحرك ناحيه قدام الجزء ده برضه، بص كده عشان ايه نوضح كده الحته دي، بص اهو ده كان هنا كده اتحرك كده، خلاص كده، وده كان هنا، خلاص كده، قام جاي متحرك كده، خلاص كده. يبقى هنا بص شوف اهو كده، واخد بالك؟ فهنا اللي كان هنا بقى هنا، خلاص كده، واللي كان هنا داخل جوه، خلاص كده. طيب يبقى تلقائيا لما الماسل او العضله تحرك الماسكولار بروسيس من الليفل ده للليفل ده، ساعتها تلقائيا الفوكال بروسيس هيتحرك من هنا لهنا، فيحصل عمليه ادكشن اوف ذا فوكال كوردز، خلاص كده. طيب العكس بقى الناحيه الثانيه، هبدا ان انا اجرجر الايه الجزء اللي هو البروسيس ده اللي هو الماسكولار بروسيس، هبدا ان انا احركه من الناحيه دي واروح ناحيه ورا، خلاص كده. فبطبيعه الحال الجزء اللي هو ده اللي هو الفوكال بروسيس هيتحرك من هنا لهنا، خد بالك لفه كده، خد بالك. مش عارف اذا كانت صعبه ولا لا، بس هي سهله يعني، مش صعبه قوي يعني. يبقى لما الماسل هنا هتبدا ان هي تحرك الجزء اللي هو الماسكولار بروسيس هتحركه الناحيه دي، ساعتها هيتشد معاه الجزء اللي هو الفوكال بروسيس الناحيه دي برضه، خلاص كده. فتبقى ايه ماشيه كده، خد بالك ماشي. يبقى ده اسمه الايه الابدكشن اوف ذا فوكال كوردز. وانت ممكن يعني تسكمها كده انه الاب دكشن مع البوستيريور، يعني خد بالك، خد بالك. يبقى الاب دكشن اوف ذا فوكال كوردز بيبقى او الفوكال ليجمنتس بيبقى مع الايه البوستيريور كريكو اريتونويد ماسلز. طيب كنا احنا اخدنا عضلات برضو تانية بتقرب الاريتونويد برضو الجزء اللي هو الاريتونويد كارتلجس من بعضها. لما نيجي نبدا ان احنا ننزل كده هنجد برضو اللي بيعمل عمليه الادكشن الموجوده عندنا، الادكشن برضو اوف ذا فوكال ليجمنتس، العضلات اللي هي بتبقى ماسكه في الاريتونويد بس، اللي هي على علاقه بالاريتونويد بس، اللي هي بنسميها الترانسفيرز والاوبليك اريتونويد ماسلز. يبقى الترانسفيرز والاوبليك اريتونويد ماسلز دول برضو بيعملوا عمليه ادكشن اوف ذا فوكال ليجمنتس زيهم زي. طيب لما نيجي بقى نفرق ما بين المنظر ده، هنا في ادكشن اهو وهنا في ابدكشن، واخد بالك، وهنا العضلات ورا وهنا العضلات ورا. ايه الفرق؟ ان انت هنا لما جينا نتكلم على الجزء الخاص بالترانسفيرز والاوبليك اريتونويد ماسل، انا هنا بحرك كامل الكارتلج، كامل الكارتلج دي باتجاه كامل الكارتلج دي، فبطبيعه الحال الجزء اللي هو الفوكال بروسيس. واحد يقول لي طب ايه الفرق اذا ما بين، بعتذر عن الصوت، واحد يقول لي ايه الفرق اذا ما بين الترانسفيرز والاوبليك اريتونويد والعضله اللي هي البوستيريور كريكو اريتونويد؟ طبعا زي ما قلنا هنا لما نيجي نشوف هنا هنجد انه الترانسفيرز والاوبليك اريتونويد بتحرك الاريتونويد كارتلجز ككل الى بعضها البعض، وبالتالي لما بتقربها بتقرب بطبيعه الحال الاثنين بروسيس اللي هم الفوكال بروسيس، فبتقرب الفوكال ليجامنتس. طب لا، طب امال ورا؟ ورا في البوستيريور كريكو ثايرويد الكريكو اريتونويد ماسلز، انا بحرك بس الجزء ده البروسيس اللي ورا ده، خلاص كده. فلما احرك البروسيس اللي ورا ده ناحيه الميديال، ساعتها البروسيس الفوكال ده بيتحرك ناحيه اللاترال، دايما الاثنين عكس بعض. يعني هنا بص هتجد ان البروسيس ده ناحيه اللاترال، يبقى ده يروح ناحيه الميديال، خلاص كده. طيب محمد نور انت لخبطتنا وخنقتنا، بص بقى عشان نلم الدنيا. لما نيجي نبص كده العضلات الاوبليك والترانسفيرز اريتينويد زي ما قلنا في الاول خالص، دول بيقربوا الاريتينويد ككل، اريتينويد كارتلجس من بعضها، فبيعملوا ادكشن. يبقى دول كده ايه لوحدهم كده في كاتيجوري. طيب نيجي بقى للكريكو اريتينويد، البوستيرو كريكو اريتينويد ولا لاترال كريكو اريتينويد. البوستيرو بتعمل ابدكشن، البي مع البي، خلصنا، خلاص كده شباب. طيب